عارفين العواقب اللي هتحصل لو انهار سد النهضة؟ اخطر بكتير من اللي حصل في مدينة دارنا الليبية، خصوصا ان الاتنين بيتشاركوا في نفس المشكلة زي ما اكد عالم الجيولوجيا. ايه اللي اكده عالم الجيولوجيا وايه علاقة بين سد النهضة وسد دارنا؟ هل ممكن نتجنب الكارثة دي؟ كل ده واكتر هتعرفوا في التقرير ده من 5 بالعربي. من ساعة ما حصلت كارثة مدينة دارنا وبدأ النشطاء في العالم العربي مش مصر والسودان بس يحذروا من خطورة تكرار المأساة دي، خصوصا انها وردة الحصول مرة تانية. لكن حصول الكارثة دي مش هيأثر على سكان مدينة واحدة، لا، انما هيكون تأثيره على دولة وممكن دولتين كمان، وهم مصر والسودان، بسبب سد النهضة اللي بنته اثيوبيا على نهر النيل. والكلام ده اكده الدكتور عبدالله علام استاذ الجيولوجيا بجامعة كفر الشيخ، واللي قال ان المية الموجودة في البحيرة الخاصة بسد النهضة هتسبب زلزال في المنطقة لانه موجود في مناطق الاخدود الافريقي، وحذر منه اذا انهار السد هتكون النتائج كارثية وصعبة جدا. واضاف عبدالله علام ان سد النهضة هينهار عاجلا ام اجلا، وده لانه موجود على حافة هضبة اثيوبيا وميته بتيجي من روافد عالية جدا، اضافة الى ان كم الرواسب ورا السد بتزيد يوم بعد يوم. وقال علام ان اثيوبيا عارفة ان السد متوقع ان ينهار لكنها تتعنت بشكل كبير، ده غير ان بعض الدول ليها مصالح معاها فبتسندها في الموقف ده. وحذر انه اذا انهار السد هيسبب ضحايا ملهاش عدد، لان رواسب سد النهضة بتيجي من مناطق منحدرة جديدة بتوصل ل4000 متر فوق مستوى سطح البحر. مش بس كده، ده علم حذر كمان من ان مصر معرضة لخطر الاعاصير لوجودها في حوض البحر المتوسط، ولفت ان سبب كارثة فيضانات دارنا هو توافر عناصر المناخ وتكونها اللي بتتمثل في الحرارة ثم الضغط الناتج عن الحرارة بجانب الرياح والمطر بكل أنواعه، وده غير عوامل الحركة التكتونية وتكونها. اتعرضت مدينة دارنا الليبية للكارثة الكبيرة اللي بتشهدها حاليا بسبب وجود سدين كانوا مبنيين هناك في منطقة عالية، وكان السدين دول بيقوموا بحجز مية المطر اللي كانوا بيسقطوا من على الجبال وبينزلوا للمنحدرات ناحية البحر. لكن عاصفة دانيال اللي هبت على المنطقة اتسببت في سقوط كمية كبيرة جدا من المطر، وده أدى لانهيار السد وسقوط المية من ارتفاع، وده خلاه أشبه بتسونامي غرق المدينة وأخذ أجزاء من أحيائها السكنية للبحر، وده اللي تسبب في رحيل عشرات الآلاف من البشر عن عالمنا. فهل ممكن بقى يتكرر سيناريو سد دارنا ده تاني قريب ولا لا؟ اكتبوا لنا في التعليقات.